اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ سعودي، مطبخ خليجي، مطبخ من كل الدول العربيه. اكله مشهوره جدا اسمها القرصان. القرصان ده عندنا في الصعيد وفي الريف المصري معروف طبعا في الخليج، ولكن عايزين نترجمه. الاكلات كلها واحد ولكن الاسماء مختلفه. القرصان ده يعني لحم بالخضار بيتحط عليه عجين. العجين ده ممكن يكون خبز البر او خبز القرصان او اي خبز احنا ممكن نعمله في المطبخ عندنا. فمقاديره على الشاشه بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، اذا كان لحم ضاني او كندوز بس يفضل يكون ضاني. ومعانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا. معانا سلطه الطماطم بالزيتون الاخضر النهارده، دايما الزيتون من الاكلات الصيفيه الحلوه، والصيف مش عايز الطرش اللي فيه ملح كتير. فاستفيدي بالزيتون الملح اللي موجود فيه واعملي طبق مقبلات زي ما عملت البتنجان امبارح، كان طبق لطيف وجميل. فبلاش الطرش في الصيف، طرش ممكن في ايام الشتاء املاح وكده مفيش مشكله. معانا الطماطم النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، ولكن الفراوله بينوبها من الحب جانب عندنا في الفريزر مجمده، واعتقد ان انتوا جمدتوها ونسيتوها. احنا دايما بنشيل مانجا، بنشيل فراوله، بنبقى عايزين في الفواكه وفي الموسم نشيل كل الفواكه في الديب فريزر، وفي الاخر تتزنق جوه في الثلاجه وننساها. طلعي الفراوله اللي عندك واعمليها سموز النهارده على طريقتي، هتعجبك قوي بالصودا، مشروب كده لطيف وجميل بيساعد على الهضم، وفي نفس الوقت كمان الاولاد والاطفال هيحبوه. وتعالوا نعمله كده بافتكاسه وبخبره، نشوف هنعمله ازاي مع نعناع، مع عسل، مع ليمون، حاجه حلوه يعني. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة عربية لطيفة وجميلة فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن تحلمي بيها، إذا كان بروتين، خضروات، خبز، اسمها القرصان بالخضار. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بنصحك يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا عمتي، يا كل اللي بتتابعوني في انحاء العالم، في ايام الصيف لا تقص، زي ما في الشتاء كده بنحب نعمل الاكلات العصيده والاكلات اللي بتدينا طاقه ودفء وحراره، كمان الصيف مش عايزين الاكلات دي، عكسها. ما تشتريش الطرش من بره، معاك شيف شاطر بتتابعيه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اعتقد ان الاسبوع ده عملت 3-4 انواع مكبلات. البتنجان كان معانا من امبارح، وعملنا قبل كده الفلفل. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الطماطم المخلله او الطماطم بالزيتون الاخضر. طبق مكبلات يقعد عندك في الثلاجه اسبوع تاكلي منه، كل ما يقعد في الثلاجه كل ما يحلو، عامل زي الجبنه القديمه كده. حلو، معانا طماطم ومعانا زيتون ومعانا توم وكزبره خضراء وعصير ليمون وزيت زيتون ومعلقه عسل. يا عسل، حلو الكلام، مقادير لطيفه وبسيطه. معلقه العسل هنا لزومها ايه؟ بتعتبر ماده حافظه جميله مع الخل، بتدي فتره لتخليل الطماطم في الثلاجه وما تبص بيحفظها. حلو الكلام، وربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. المقادير على الشاشه، طبق المقبلات من بين اصابع ايدك الخمسه والمقادير لا تتعدى اصابع يدك الخمسه. طبق مقبلات طماطم زيتون اخضر مخلي من النوى، ينفع الاسود؟ لا الاخضر، تحت الاخضر دي خط. ليه يا عم الشيف؟ الاسود مش هيبقى لطيف قوي مع الطماطم المخلله، هيبقى ضعيف الشخصيه ولونه اسمر مش حلو. توم وكزبره خضراء وكمان معلقه عسل والملح وزيت الزيتون وعصير ليمون. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بنجيب سكينه حاميه ونقطع الطماطم دي مع بعض كده بدون ما طبعا تنزل السوائل بتاعتها. ويفضل طبعا اختيار الطماطم الجامده اللي هي تكون ناشفه شويه، ما تجيبيش الطماطم الطريه. تعالوا نعمل السلطة الحلوة مع بعض. طماطم قطع كده، حلو اهو، طماطم جامدة، ما تجيبيش الطماطم المستوية عشان يبقى عمرها طويل في التلاجة، ده مهم جدا على فكرة اهو. حلو كده واحنا شغالين اهو، طماطم اهو بالشكل ده كده. انا بفضل تعملي طبق المقبلات في البيت. يا نعم، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا بعمل الخلطه بتاعه الزيتون الاخضر. جبت الكبه بتجيبيها من مصروف البيت، وقلت لك ودايما هقول، وكل ما تيجي الفرصه هقول من مصروف البيت توفري.
تجيبي كبه صغيره تفرمي فيها الثوم والبصل، تجيبي سكينه حلوه زي اللي معايا دي سطور بتساعدك في تقطيع الخضار، تقطيع الخضار السطور ها بلاش تمسكوا في ايدي، تجيبي ثوم، تجيبي سوري قطعي الثوم حلوه مفرم الثوم بايدك كده، عصاره ليمون، سكينه صغيره تقطعي بيها المانجا، الاكسسوارات الصغيره دي بتساعدك في المطبخ تبدعي وتبهري جوزك واولادك. هنحط زيت الزيتون اهو، ده زيت زيتون اكسري منه مفيش اي مشكله اهو، حلو زي الفل. ده على زيت الزيتون مع زيت زيتون مع زيتون اخضر، معلقه خل اسمها طماطم مخلله، حلو قوي. الكزبره الخضراء مش هفرمها في الكبه، هسقطها كده زي ما هي اهو، هاخد بس شويه صغيرين هنا. حلو الكلام لغايه دلوقتي تمام. واخد نعناع اخضر عشان ريحه التوم اللي انا هحطه. والله الطماطم دي لما تعمليها وتخليها في الثلاجه بالليل عايزين نتعشى، شويه بطاطس مقليين كده، شويه طماطم الحلوين دولت مع حته بطيخه مع حتتين بتنجان مقليين وتعشت اهو، ما كلفتناش 20 جنيه الاكله دي، وعشا زي الفل مش هتلاقيه في اي مكان. اعملي اللي بقولك ده بس كده بدون ما تخش في تفاصيل. قلت لي الشيف المغازي بايه؟ بجامل. اه والله العظيم طماطم مخلله مع حته بطيخه مع شويه بتنجان مقليين احلى عشا. عشا الأغنية زي ما بقولوا. كده حطيت عصير ليمون. احط توم طازه اهو. طبعا انا حاطط ايه؟ خل وزيت زيتون، معلقه عسل صغيره كده. الله طماطم بالعسل يا شيف، ده انت رايق قوي. ايه الروان اللي انت فيه ده؟ احنا حطينا ايه هنا؟ ركز معانا مخرجنا ولا تاهت مني الحكايه؟ شوف انا حطيت توم، فلفل حار، زيت زيتون، معلقه عسل، معلقه خل، كل دول مع بعضيهم في قلب الكبه اهو، وهعمل خلطه الطماطم المخلله اللي تقعد في الثلاجه يومين ثلاثه تاكلها زي المانجا الفص اهو، وفي قلب الكبه وبنخلطهم. بس خلاص الله يرحمك يا عم شعبان. حلو كان يقول لك دايما بس خلاص. هناخد الخلطه دي ننزل بقى على الطماطم اهو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو ونقلبها حكايه. اللي ملوش نفس للاكل هياكل بألف انا وشيفها. ونقلبها كده، الله حطها في التلاجه، دي ما ينفعش تاكلي منها دلوقتي خالص للامانه يعني، دي عايز تاكلي منها سواها كده وغطيها، غطيها عشان المانجا اللي في التلاجة ما تبص، عشان البطيخ والشمام اللي في التلاجة ما يكرفش من التوم. بعد ما تغطيها لمدة ساعتين طلعي منها وسمي بسم الله. نطلع فاصل خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لطماطم مخللة تاكل صوابعك وراها، وتعالوا نغرف الطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نعناع بحطه هنا كده، معايا الطماطم الحلوه دي كده، الله ايه الجمال ده. اه لازم تقعد في التلاجه مش اقل من ساعتين لما نفكر ناكلها. يا نعم اه تاكل صواب عينيا خلاص، وانا خلصت والله. اه حلو. ايه الحلاوه، ايه الجمال. ممكن تحطها ببرطمان على فكره وتقفلي البرطمان ده وتخليه في الثلاجه، وبشوكه كده تطلعي ثلاث اربع قطع مع الاكل بتاعك. تقعد في الثلاجه قد ايه؟ عينيا تقعد اسبوع تاكل منها. ننزل بالصوص ده كده عليها. طبعا لو انا في البيت مش هعملها كده، مش هغرفها بالشكل ده خالص، ولا انت تغرفها كده، احنا بنغرفها بس عشان تبان على الشاشه قدام حضراتكم. انا صادق معاكم يعني. دي تطلعي حطها ببرطمان وتقفلي عليها وتطلعي ثلاث اربع قطع كده للغدا بس، وتخلي الباقي، ما تطلعش كلها مره واحده. مكانها فين؟ زي ما تحبي يا غالي. اه. بسم الله، هنا ده مكانها. دلعها بقى. تعالوا نعمل السموزي بتاعنا الجميل. زي الفل، يلا.
تفاصيل صغيرة دايما بقول على شاشة القناة الأولى، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.